题。إليكم شباب معكم حلقة جديدة مع روح إليكم 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 شباب معكم حلقة جديدة عندي ثلاث أخبار كده أو ثلاثة فيلا بينا نبدأ. أول خبر لنا إننا أنا هعمل حاجة تانية في الخبر الأول كتير في يوم الجمعة اللي هو بكرة إن شاء الله هتيجي معايا تاني. تاني خبر هو إن هتكون إيه هتيجي قوية ومفيش أي تحقيق وكمان كتب جديد وأحلى حاجات جديدة وأنا مش عارفة أي يوم أي يوم أي يوم حلو أوي استنوها عندي في تاني هو يعني أي حاجة استنوها عند الفيديو بتاعها أو إيه هعمل أخبار أو وجهات الخبر اللي هو الأخير اللي أنا هعمل في الفيديو حاجات كتير اللي كنت بعملها طول الأيام دي الاخير ان احنا يوم الجمعه الجاي هنلعب هو نلعب اللي هو ماينكرافت. انا اعتقد اني قلت الكلمه دي في خبر معايا هو الخبر الثالث انا هنزل كل الفيديوهات اللي عملتها في كل هنلعب كل الايام اللي فوتت عليها اللي عملت فيديوهات فيها هنعملها يوم الجمعه الجاي. طب يلا سلام. انا بيعلق كتير عند ماينكرافت بس كده يلا سلام رمضان.